شكرا للزميل سعيد راشد العويسي في ختام انطلاقات سباق مساي هذا اليوم لهجني أصحاب السمو الشيخ نبدأ البداية وكان شعر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم متألقا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل بإذن الله تعالى تسع دقائق عشرين ثانية جزءا وحيدة من الثانية حيث كانت الشواهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم هي من تتألق في أول أشواط المساء لهجن أصحاب السمو الشيوخ بقيادة المضمر الشاب خالد بن المر بن حلوة ليفوز بانتصار أول الأشواط أما الشوط الثاني كانت هملولة تابعة لهجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي حيث قطعت المسافة في تسع دقائق ستة ثانية ثمان أجزاء من الثانية لتحلق في ناموسي هذا المساء بشوطنا الخاص بالمهجنات الأصعيد الشوط الثالث حضر شاهين التابع لهجن العاصفه محققا المركز الاول بتوقيت زمني مقياسه 9 دقايق و24 ثانيه ثلاثه اجزاء من الثانيه والتهنئه للمضمر غياث الهلالي أما الشوط الرابع يضيف هذا الشعار نقطة أخرى وتميز آخر في فترة المساء بتسعة دقائق و 27 ثانية تسعة أجزاء من الثانية ليفوز بهذه الانطلاقة مهديا هجر العاصفة وجماهيرها هذا الفوز المستحق الشوط الخامس نذهب إلى المحليات الأصائل من الثنايا حيث كانت الشاهينية بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي حاضرة بتسع دقائق 16 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية لتسجل التوقيت الأفضل والنقطة الثانية بشعار بن راشد في هذا المساء الشوط السادس تاتي الشاهينية التابعة لهجن زعبيل منتزعة المركز الأول بهدوء الكبار بطريقة التحدي والتميز الجميل تسع دقائق المطهر ثانية خمسة أجزاء من الثانية وتوقيتها الزمني وتهنية لمالك هجن زعبيل وإلى المضم الراشد بن محمد بن مروشد الشوط السابع يأتي شاهين بشعر اسمه الشيخ حمدان براهد المكتوم مسجلا النقطة الثالثة في هذا المساء والنقطة الثانية لبن حلوة تسع دقائق خمسة واربعين ثانية وفان وتماما وكمالا وثانية للمضمر الشاب خالد بن المر بن حلوة الشوط الثامن نأتي إلى الجعدان الثنايا المهجنات الأصايل حيث كان شاهين تابع لهجن العاصفة قاطعا المسافة 9 دقائق 35 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية تهانينا كذلك للمضمر غيات الهلالي أما شوطنا التاسع حضرت الدرعية في هذه الانطلاقة مشاهدينا الكرام الدرعية تعود ملكيتها بشعار سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان على هذا الفوز والتهنية 9 دقائق 27 ثانية جزء من الثانية والتهنية بلا شك لدعم هذا الشعار سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان والى المضمر المتالق والمضمر الشاب محمد بن غريب راهب ستيفي قائد فيلق الجبيب الشوط مشاهدينا الكرام العاشر حضرات الشاهينيه التابعه لهجن الرئاسه بقياده المضمر راشد بن محمد بن المنصوري 9 دقائق 27 ثانيه خمسه اجزاء من الثانيه وتوقيتها زمني تهانينا والناموس الشوط الحادي عشر تالق من جديد شعر سمو الشيخ حمدان براهيد المكتوم ياتي شاهين يفرض سيطرته في هذا الشوط تسع دقائق 32 ثانية ستة أجزاء من وهي النقطة الرابعة والنقطة الثالثة للمضمر خالد بن المر بن حلوة الشوط الثاني عشر يأتي شاهين التابع لهجن العاصفة محققا النقطة الرابعة لهجن العاصفة تهنينا والناموس تسع دقائق 31 ثانية تسع أجزاء ثانية الثانية للمضمر غياث الهلالي الشوط الثالث عشر حضرة الضبي بشعار سمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى حيث كان المضمر سعد بن حمد العويسي وتسع دقائق 29 ثانية وثلاثة أجزاء من الثاني تانينا والناموس شوط الختام مشاهدين الكرام ذهب إلى هجن الرئاسة حيث كانت هملولة حاضرة في هذه الأمسية وثلاث نقاط لهجن الرئاسة ونقطتين للمضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي هنا قطعت المسافة 9 دقائق 23 ثاني 5 ثانية خمسة أجزاء ثانية الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للجميع في أمسية فاز فيها الجميع وتألقت فيها كل الشعارات أمسية جميلة رائعة مشاهدينا الكرام كانت مع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر قناة دبي ريسينج ومع المخرج الأستاذ محمد صبري. إلى هنا نأتي إلى الختام، ختام انطلاقة المساء لكم الشكر الجزيل على المتابعة الشيقة والقائمة في ميدان المرموم. يوم الغد بإذن الله تعالى، يوم الكبار ويوم الحول والزمون والفترة الصباحية الساعة السادسة ونصف إلى أن يحين ذلك من الموعد. تقبلوا أجمل تحية من الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. thank you